أعضاء الكنيسة الأحباء، إخوتنا رؤساء البلديات الأحباء، إخوتنا وأخواتنا جميعاً، وتسمحوا لي توفيراً للوقت لأن الشمس حامية شوية. نعم، أقول لكم فقط إخوتي وأخواتي مع حفظ الألقاب. ولكن أول كلمة هي كلمة شكر. شكر على مشاركتكم جميعاً، يا أهلينا يا طلابنا ويا مسؤولون مدنيون أو سياسيون طبعاً أو دينيون طبعاً، أهلاً وسهلاً. شكراً شكراً شكراً. النجاح فقط في الوحدة والتضامن. حتى التضامن بكفيش، لازم مشاركة، شركة فعلاً، وحدة شركة. وهذا المثل خصوصاً مثل الرامي، تضامن الرامي مع إضراب المدارس الأهلية، هذا يعني تسجل في التاريخ، هذا التضامن يسجل. يا أبو ثائر وينه؟ شكراً شكراً، وتصفيق محبة وتقدير للبلدية للمجلس وللرامة فعلاً. الله يعطيك العافية، شكراً. زي ما قلت لكم بديش أطول لأنه فعلاً الشمس قوية وبدنا لسه نعمل مسير لتحت إلى آخره، ولكن إحنا مش عم نعمل إضراب، مش عم نشتغل من أجل فئة، لأجل فقط جماعة معينة، نحن لأجل الجميع. أولا لأجل الوحدة بين الجميع، بين البلدية والكنيسة، بين الكنيسة والبلد، بين الكنيسة والشعب والمجتمع إلى آخره، وخصوصا إحنا بين المسلمين واليهود والدروز والمسيحيين جميعا. نحن نعمل ونكافح لأجل الوحدة بين الجميع. ثانيا لأجل الديمقراطية. أين هذه الديمقراطية فعلا؟ أين هذه الديمقراطية التي نتكلم عنها في إسرائيل؟ أين هذه المساواة والعدل؟ المشكلة مشكلة عدل. لا نريد امتيازات، لا نريد عجائب، نريد فقط عدلا ومساواة بين الجميع. لماذا يجب على المواطن الذي يرسل ابنه إلى مدرستنا أن يدفع ضريبة مرتين، مرة كمواطن عادي في إسرائيل ومرة ضريبة المدرسة الأهلية؟ لأن الوزارة تؤمن البنية التحتية وكل ما هو ضروري لهذه المدرسة كما هو مطلوب في حقوق الإنسان في حقوق هذا البلد. فيجب علينا أن نطبق هذه الحقوق فعلا وهذه القوانين. نحن نطلب فقط المساواة والعدل والوحدة بين الجميع. فمعركتنا إذا معركة مشتركة، معركة جميلة جدا، ومعركة تشجعنا، لأنه معركة لأجل ديمقراطية، لأجل العدل، لأجل المساواة، ولأجل الوحدة، وإلى الأمام.